غادي نشوفوا ملكة من تيفلت. السلام عليكم ملكة. ملكة؟ نعم. مرحبا بك ملكة على الأصوات، لاباس عليك؟ كيداير لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا. كيف نهضر مع طاهر؟ تفضلي. أهلا سميرة. أهلا طاهر. لاباس عليك؟ كيداير لاباس؟ الحمد لله. كيداير أنت؟ أنا من جميلة وأنت مزيان. بارك الله فيك يا حبيبة، شكرا. شرفتي. كنتي كتبقاي فينا مزيان كيخرجوا كاين أمي. معليش أخويا. باقي العقل خرجت سبعة المرة. ياك يو معليش حبيبي، هذا المغرب كامل ما كاينش نزعك. شكرا حبيبي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. كنتمنى في اخر الحلقه تغني لنا شي اغنيه تكون زوينه مغربيه. ان شاء الله، علاش لا، ان شاء الله حبيبه. شكرا لك ملكه. تفضلي ملكه، بغيتي تقولي شي حاجه؟ تفضلي. نعم. بغيتي تقولي شي حاجه في الاخر؟ تفضلي. بغيت نشارك معك في المسابقه الا كان ممكن. المسابقه عندها علاقه بطهره، دابا حنا المسابقه الثقافيه وقفات، غادي نديرو اسئله على طهره، غادي نشوفوا شنو السؤال اللي ممكن طرح عليك. شنو ممكن طرح عليك؟ يلا وي. سؤال في البرايم 13، شنو غنيت انا في البرايم؟ في البرايم 13 ياك، شنو الاغنيه اللي غنات؟ شنو تقطع الخط ملي كتخلعات؟ تحيه لك ملكه، معنا من اتصال من السعوديه محمد. السلام عليكم محمد. اهلا، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بك معنا على اصوات. معكم محمد المطيري، مدير منتديات النجمة طاهرة الرسمية. أهلا محمد. أهلا، أهلا وسهلا. حابين نبارك أهلا وسهلا فيك، حابين نبارك لك في الأغنية الجديدة. الله يخليك يا رب، ونقول لك ألف ألف مبروك إن شاء الله. الله يخليك يا رب، مرسي. وما ننسى نشكر راديو أصوات على المقابلة الجميلة دي. أكيد أكيد راديو أصوات. شكرا لك محمد، وهذا هو أكيد هذا هو الهدف ديالنا، لان كنقربوا نجوم من المستمعين ديالنا بطبيعه الحال. ان شاء الله. لا، نجمتنا محبوبه الكل دي. الله يخليك. والكل معجب فيها والكل حاب نجمتنا. محمد، يعني بغيت نسولك انت كمعجب او لك، يعني من انسان، يعني من الناس المتبعين المسيره ديال الطهره اللي هي في وقت قليل، ولكن حنا نقدروا الظاهره الطهره كيفاش غادي تحللها لنا؟ شنو يمكن صفه ولا الحاجه اللي خلاتها متميزه على بزاف الناس، يعني في نفس الجيل ديالها؟ والله هي متميزة في الصوت المميز طبعا، وطيبة قلب هذه. الله يخليك. وانا مدير المنتدى تبعها منتدى الرسمي طاهرة1.com، فانا المدير الرسمي حقه، فهي تستاهل كل خير صراحة. الله يخليك يا رب. شكرا لك، واحنا معجبين فيها، والف شكر لكم على الاستضافة. شكرا لك محمد. شكرا لك على المشاركة ديالك وعلى الاتصال ديالك بنا. شكرا لك طاهرة. كنا كنتكلموا على المسيره ديالك، انك يعني مشكل عندك، مشكل في الانتاج، مشكل شكون اللي غينتج لك، مشكل شكون اللي غيكمل المسيره ديالك، ولكن هذا الانطلاقه مثلا في الساحه العربيه على زعما شنو اللي يخليك انك ترفضي انك تنطلقي، وخصوصا وان كاين مشكل بصح عندنا في الانتاج في المغرب؟ لا، ماشي رفضت، ولكن انا بغيت نبدي بالمغرب، يعني نبدي باغنيه مغربيه، وان شاء الله ان شاء الله انا غنصور الاغنيه ديالي هنايا في المغرب فيديو كليب. مع مخرج مغربي ولا مخرج اجنبي؟ باقي ما عرفناش واش مغربي، ولكن انا نفضل مغربي، لانه حنا عندنا ان شاء الله ما تبارك الله مخرجين، وعندنا ملحنين، عندنا بزاف الحوايج اللي يعني غير حنا خاصنا نقلبوا، حنا ما عندناش ذاك الخاطر نقلبوا على مخرج وهادي، عرفتي؟ فان شاء الله غادي تكون اغنيه مغربيه 100%، وان شاء الله غادي يعني غادي ان شاء الله نتمنى تعجب الناس ان شاء الله. يلا، شكون من الجيل ديالك المغربيات اللي عندك صداقه بهم، عندك علاقه قرب بهم، او منافسه قويه معهم؟ لا، يعني منافسه نقدر نقول لك منافسه، ولكن نظيفه. ولكن لا، يعني كاين بزاف نتاع الفنانين، بزاف نتاع البنات اللي كانوا في ستار اكاديمي لحد الان باقي متواصلين وتنهضروا مع بعضياتنا اكيد. معنا متصل من لبنان او متصله، الاسم. السلام عليكم. معك روح طهرة من لبنان. روح طهرة، تحية الإذاعة. مرحبا بك على أصوات. بحب حي إذاعة أصوات، وبحب حي النجمة طهرة. تفضلي. ألو، مرحبا. أهلا. تفضلي روح طهرة. تفضلي معنا، ممكن تفي الراديو لحدك؟ ممكن تفي الراديو روح طهرة؟ بحييها وبحب اقول لها انه فانز لبنان كلهم بيسلموا عليكي، والاغنيه اللبنانيه كثير حلوه. الله يخليك يا رب. الاغنيه كثير حلوه، وكلنا ناطرين طاهره بلبنان ان شاء الله. الله يخليك. وشكرا لطاهره، عرفتنا على المغرب وعلى اغاني المغرب الحلوه. الله يخليك يا رب، ميرسي ميرسي. شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك معنا روح طاهره من لبنان.
فرصة مقبلة إن شاء الله. معنا أمين من الدار البيضاء. السلام عليكم أمين. ألو السلام عليكم. مرحبا بك على أصوات. بارك الله فيك. ممكن أخي نكلم طه؟ تفضل. أهلا أمين. كدير لاباس عليك؟ الحمد لله كدير لاباس. بغينا العصر الجديد ديالك من غير الأغنية ديال عطراك اللي الناس كاع دايرينها في لسان غير في البورتاب ديالهم. إن شاء الله كاين واحد المشروع ولكن ما غاديش نتكلم عليه دابا. باقي دابا تنشوف. تنشوف ملحين وتنشوف كاتب. ما نقدرش نقول يا ديو يا سينجل يا ألبوم، ولكن إن شاء الله غيكون واحد المفاجأة زوينة. وإن شاء الله تبغى غادي تصور إن شاء الله. عندي المجهود الكبير نتاعي باش نقدم الجمهور نتاعي حوايج زوينين إن شاء الله. بين شكرا لك أمين على المشاركة ديالك معنا. شكرا أمين. طهران، بين الأغاني اللي كانوا يعني غنيتيهم بإحساس وكانوا يعني تشهرتي بهم أكثر، أغنية ديال على بالي كنظن إليسا، صحي لي أنا كنت غلطة، بين الأغاني اللي غنيتي كنظن باللهجة اللبنانية. باللهجة اللبنانية إليسا ما يعني حيت كاين ناس طلبوني انا نقول لك واش ممكن تغني لهم على بال على بالي حالي. يلا على بالي. او ممكن تختاري اغنيه اخرى يعني من الاختيار ديالك تفضلي. ما كان مشكل نغني لهم الوداع السيدة وردة. ما مثلا احسن تفضلي. الوداع ما بقيتش أخاف من الدنيا دي غير من الوداع. والضياع بحس لما تكون سلام. تبارك الله عليك. معنا اتصال من السعودية. معنا أرجوانة. السلام عليكم أرجوانة. السلام عليكم. ألو. مرحبا بك أرجوانة على أصوات. أهلين. تفضلي. تفضلي معنا. أهلا أرجوانة، كيفك؟ أخبارك؟ الحمد لله تمام. أنا أرجوانة من منتدى طاهرة. الله يخليك يا رب. أهلا بيك. أهلا. مبروك على الأغنية. الله يخليك. مرسي. حبيتيها؟ الحمد لله تمام. تبارك انتي. تمام تمام. مرسي حبيبتي. مرسي. انا من جمهور طاهرة من منتدى طاهرة. الله يخليك يا رب. سلمي لي على المنتدى. شكرا لك أجوانا. شكرا لك على المشاركة ديالك معنا. ايمان من سويسرا. السلام عليكم ايمان. الو السلام عليكم. مرحبا بك على اصوات. لاباس عليك؟ ربي يخليك. الحمد لله. لاباس عليكم؟ الحمد لله. كنرحبوا بك وبغيت تكلمي مع طاهرة ياك تفضلي. اكيد تفضلي. اهلا اهلا ايمان. الو طاهرة لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. كي دايره انت؟ بخير ربي يخليك. الحمد لله ربي يخليك. توحشناك بزاف. شكرا بارك الله فيك. ربي يخليك. من جروبك الرسمي طاهرة ومغربي. وبغيت نقول لك مبروك على سينجل عذراء. ما شاء الله يعني شكراً. حقق لك كبير. وإن شاء الله نشوف هذيك الجديد إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله على شلة قريبا قريبا نستنوا الجديد ديالي إن شاء الله. يا إن شاء الله. شكرا. شكرا لك إيمان. تبارك الله عليك إيمان. شكرا لك على المشاركة ديالك. تنقدم تحية كبيرة لكاع الجروبات ديالي بدون استثناء. كل الجروبات اللي فيهم اسم طاهرة أنا كنتشرف إن هما معايا ومسندني. كنتمنى لهم كلهم التوفيق وكنتمنى لهم السعادة. أكيد نتمنى أنهم يبقاو دائما مأمنين بيا ومأمنين بالموهبة ديالي. إن شاء الله نوعدهم إني ما غاديش نخيب لهم الظن ديالي. طاهرة هذه عام يعني باش دخلتي العالم الشهرة، عالم يعني وليتي إنسانة معروفة في الشارع ماشي غير في المغرب، في الدول العربية كثيرة. شو تبدل حياتك؟ يعني تبدل في حياتي ماشي شي حاجة شخصية يعني في أنا غير تبدل من الوقت إنه الضغط. فكتخدمي كديري كتقلبي باش تقدمي الجمهور نتاعك يعني بحال هكا. مي طاهرة بقاية طاهرة ما تبدلش في الشارع مثلا. في الشارع يعني كنفرح بزاف الناس كتوقفني كتصور معايا وهادي. ما كيزعجكش بعض المرات هادشي؟ لا لا بصراحه متاتا والو. لانه الناس يعني الحمد لله خاص شي اوقات ما كتكوني انت ما خصكش تهضري مع شي، خصك تكوني بوحدك مثلا تمشي بوحدك ولا لا لانه انا ديالك. لا لانه انا اصلا اختاريت واحد الطريق اللي ما يخصنيش انا للجمهور.
انا اولا واخيرا للجمهور، اولا واخيرا للفانز ديالي، للناس اللي يعني خاصني الواجب نتاعي هو انه فوق ما يبغيو طاهره خاص يلقاو طاهره تغني لهم تقدم لهم حوايج زوينين، وبغاو تصور مع طاهره توقف تصور معاهم. يعني انا ديال الجمهور، انا ماشي لنفسي. هذا تضحيه كبيره، لان يمكن في البدايه ديالك في البدايه ديالك هذه يمكن طاهره يمكن من بعد غتولي تخلق لك ما عرفتش واش تقدر تخلق لك مشاكل في حياتك يمكن الشخصيه، تقدر ما تبقايش تعيشيها يمكن بحاله طبيعيه انك بحريه. ولكن كنتمنى انك بصح تبقاي بحال هكا طاهره وتبقاي قريبه من الناس. معنا حمزه من فاس، عندنا اتصالات كبيره كنظن كنخاف ما نقدروش ناخذهم كاملين وتقلقوا من الناس اليوم. حمزه من فاس، السلام عليكم. حمزه السلام عليكم، مرحبا بك على الاصوات. شكرا، بارك الله فيك. تفضل حمزه، معك طاهره مباشره. طاهره معك، حمزه من مدينه فاس. اهلا حمزه، كي داير؟ لاباس الحمد لله شكرا. بغيت ما بغيتش نقول لك بانني صنبغيك او معجب بك، حيت هذه راه مساله طبيعيه وواضحه جدا. شكرا. حيت ما كاينش شي انسان تجي تسولي تقول وما تيكونش ما تيبغيش طاهره. شكرا. غير بغيت ندير لواحد الاشاره الله يخليك. انا كنتهموني بانني تسربت الاغنيه ديالك عبر موقع قناه. ولكن انا ما سربتهاش. حمزه ما بقيناش الوقت بزاف يعني بالاعترافات، كنظن شي فرصه اخرى نجيبها واعترف قد ما كتحب حمزه، لان الناس غيتقلقوا منا. معنا ليالي من عمان، السلام عليكم ليالي. ليالي مرحبا. مرحبا بك على الاصوات. معكم ليالي السعيدي، انا مديره منتديات النجمه طاهره. تفضلي. اهلا ليولا. كيفكم ان شاء الله؟ مناح. كيفك حياتي؟ منيحه تمام، وانتي؟ انا تمام. انا بالاول بغيت باسمي وباسم كل اعضاء المنتدى بدي انا اشكر راديو اصوات انه هو اتاح الفرصه لجمهور الملكه انه يسمع اخر اخبارها. واحنا على طول متلهفين طبعا انه احنا نسمع صوت طاهره. وانا جد لو بدي احكي عن طاهره ما راح اخلص، لاني احتار من وين بدي. واحنا ما عندناش الوقت بزاف ليالي. وانا جد ليالي اقول لطاهره انه يا رب الله يوفقك يا رب، ومبروك على الاغنيه وبتتهي تجنن، وان شاء الله تكون بداية حلوة. وبدي أطلب من طاهرة أن هي تغني لي أغنية فقدتك. ليالي شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك معنا من عمان. غنسمعوا فقدتك وغتكون هادي باش غنختموا حلقه اليوم. تفضلي طاهرة. اوكي. فقدتك يا اعز الناس، فقدت الحب والطيبه، وانا ملي في هالدنيا سواك طالت الغيبه، وانا ملي في هالدنيا سواك طالت الغيبه. بارك الله عليك، شكرا لك بزاف على الحضور ديالك. واخا ما كنا ما عطيتيناش وقت بزاف، خرجتينا مع طلاله بخوشين، ان شاء الله غادي تديها للمستمعين ديالك. كنشكرك طاهره، نتسناو الجديد ديالك على اصوات اكيد ان شاء الله. وتنشكر راديو اصوات بزاف بزاف على هذه الاستضافه، وتنشكر الجمهور ديالي كله اللي عصونا ليا وعيط لي وشكرني بزاف.